سيبيريا هي أحدث وأقوى كاسحة جليد في العالم، تعتزم روسيا من خلالها على تعزيز وجودها في القطب الشمالي، وتعد سيبيريا هي الأولى من بين ثلاث كاسحات جليد من طراز أركتيكا، وهي مصممة لشق قنوات في الجليد للسفن العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى نقل البضائع على طول مسار بحر الشمال، وهو ما سيساهم بتعزيز التفوق الروسي في المنطقة القطبية الشمالية. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تجهيزها وتسليمها في الموعد النهائي المحدد بعام 2020.